النهارده كانت جلسه او واحده من جلسات موقعة الجمل، والمزيد من القاء الضوء ومزيد من التفاصيل سواء الجديده من هنا او عن طريق التليفون. بدعوكم لترحيب الاستاذ فتحي ابو الحسن، واحد من المحامين المدعين بالحق المدني في قضيه موقعة الجمل وكمان في قضيه مبارك. استاذ فتحي اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. وشاهد الاثبات اللي النهارده بذل جهدا كبيرا لكي يصل ويدلي بشهادته، وبالفعل ادلى بشهادته اللي ربنا يجعلها في ميزان حسناته. استاذ محمد ابو زيد الصحفي بجريده الشروق، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. هبدا بحضرتك استاذ فتحي واقول لك طلب المحامين النهارده بادخال سياده اللواء محمود وجدي وزير الداخليه السابق بقى، واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهوريه السابق كمتهمين جدد في القضيه، ايه سببه؟ الحقيقه الطلب ده طلب من احد المحامين المدعين بالحق المدني زملائنا. انا كنت طلبت اللواء محمود وجدي باعتباره شاهد في الواقعة، إلا أن الزميل طلبه باعتباره متهم أغلب ظني لمسؤوليته عما حدث من اعتداء على متظاهرين السلميين أثناء ما كان هو وزير داخلية، فما يقدرش يتنصل من هذه المسؤولية، خاصة أن رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق اعتذر رسميا، وإحنا بنعتبر الاعتذار الرسمي ده بمثابة اعتراف صريح بتحمل المسؤولية من جهته ومن جهة كل الوزراء خاصة وزير الداخلية. استدعاء الفريق سامي عنان ومصطفى بكري، نعم، الدكتور حسام بدراوي للشهادة، أسبابه إيه؟ ده الحقيقة كان طلبي أنا النهاردة من هيئة المحكمة تأسيسا على عدة أشياء. أولا بالنسبة للفريق سامي عنان، يعني كان الجيش هو المتولي تأمين ميدان التحرير في هذا الوقت، مداخله ومخارجه، وكان فارض حزام أمني شديد جدا، فكان شيء يعني علامة استفهام كبيرة جدا كيف تأتى لهذه الجموع المسلحة من البلطجية ان هم يقتحموا الميدان بالآلاف وهم ممتطين الجمال والأحصنة ولا آخره، او يمكن بعضهم كمان كان مترجل ومعهم الأسلحة البيضة في ايديهم، وبالرغم من وجود قوات المسلحة المنتشرة حوالين الميدان الا انهم نجحوا في الاقتحام والدخول على المتظاهرين وقتلوا من قتلوا واصابوا من اصاب. علامة استفهام كبيرة عايزين عليها أجابة من سعادة الفريق. الحقيقة دي نقطة. نقطة تانية كتير عندنا، على سبيل المثال حصل أنه طلب من المهندس المشرف على كهرباء ميدان التحرير أنه يقطع التيار الكهربائي عن ميدان التحرير. أي. تمام. واتصل هذا المهندس، أعتقد اسمه المهندس محمود سلطان، اتصل بالوزير الكهرباء حسن يونس للاستفسار عما إذا كان ينفذ هذا الطلب ولا، وكان الطلب منه بمعرفة وزير عبد العظيم وزير محافظ القاهرة السابق بناء على مكالمة تليفونية جاية من القصر الجمهوري، قيل أنها من عمر سليمان مدير المخابرات السابق ونائب الرئيس السابق. في ملابسات كثيرة وأحداث كثيرة جدا. في خطة تانية اسمها خطة إرادة بتنفذها القوات المسلحة. خطة إرادة ديت بتقوم على سحق حسب ما قرأنا وسمعنا من بعض الضباط العاملين حوالي 1,000,000 متظاهر في الطلعة الواحدة. بتبدأ أولا بطلعات جوية تخترق حاجز الصوت، وده حصل. يعني جموع المتظاهرين اللي كانوا موجودين في ميدان التحرير شهاداتهم المتواترة قالت إن كان في طلعات جوية فوق ميدان التحرير وفوق أماكن كثيرة جدا في الجمهورية كسرت حاجز الصوت وسببت لهم رعب وفزع. فهل إذا كان بداية لتنفيذ هذه الخطة من عدمه؟ بجانب عندنا أسئلة كثيرة يعني. طيب هنتوقف بالنسبة ده بالنسبة للفريق. بالنسبة للفريق هنتوقف عند الفريق سامي عنان. فضل. ولأني وعدت الناس في بداية الحلقة النهاردة إن معايا شهادة من شخص نحتفظ باسمه وبياناته وهنسميه أحمد. هيدلي بشهادة حق لما حدث، لما وصل إلى مسامعه يوم موقعة الجمل. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بيك. يا أهلا وسهلا بيك أستاذ معتز. تحياتي وتحياتي تحيات أستاذ فتحي أبو الحسن وأستاذ محمد أبو زيد لحضرتك. ده إحنا اللي بنشكر حضرتك باسم كل واحد مصري في البلد الطيبة دي. طيب شهادة الحق اللي عايز تقولها قدام المولى عز وجل لما علمته علم اليقين يوم 2 فبراير. والله يا أستاذ معتز بما يرضي الله وربنا شاهد على هذا الكلام. الصبح الساعة 8 الصبح أنا شغال مع أحد قيادات وزارة الداخلية. أيوة.
الراجل بعت لي العسكري بتاعه واداني جهاز التترا بتاعه والتليفون المحمول اللي خاص بيه، وقال لي لو حد من اولاده اهل بيته اتصل بيه قول لهم ان هو مريح، لو حد من الجماعه اذا كان زميل او حد من اصحابه معارفه قول لهم ان هو في اجتماع. ايوه خدت الجهاز حضرتك والتليفون ورحت قعدت في السكرتاريه اللي خاصه بينا، واحنا مجموعه حوالي 20 واحد في السكرتاريه. ايوه فبدات اسمع على جهاز التترا حضرتك، وكان في تعليمات لجميع اللي كانوا مكلفين من الضباط بالموضوع ده عدم النداء بالاسم. كان كله ارقام، يعني بما معنى ان مثلا وليكن مثلا مدير الامن في محافظته اسمه واحد مين، الحكمدار اللي تحتيه اسمه اتنين مين، كان كل واحد بينادي بالرقم الكودي بتاعه، رقم الكودي بدون اسامي. حضرتك طبعا نداءات من جميع اكثريه الدوائر بمنطقه القاهره بمديريه امن القاهره. تمام. كل قياده كان بينادي اذا اللهم صل على النبي بالعدد اللي جمعه ومتجه لميدان التحرير بالعدد اللي جمعه. عدد اللي جمعه يعني ايه العدد اللي جمعه؟ عدد الاهالي اللي جمعهم. وكان طبعا الكلام ده يعني اللي انا بعتقد ان هو ما كانش حد يقدر ان هو لا مؤاخذه يطلع مع حد الا اذا كان معروف لضابط المباحث بالاخص، اذا كان لا مؤاخذه حد من تجار المخدرات او العاملين في المجال ده او البلطجيه او الكلام ده. انت عايز تقول ان قياده وزاره الداخليه اللي كانت الجهاز جاء بين يديك يومها بناء على طلبه تلقى اشارات واتصالات من قيادات اخرى خصوصا داخل محافظه القاهره من جميع دوائر حضرتك القاهره، اذا كانت اللهم صل على النبي يعني النزهه، اللهم صل على النبي يعني اكثريه دوائر القاهره بدون الرسائل كانت عباره عن ايه؟ قول لي امثله يا احمد. طبعا بذكر حضراتكم ان احمد ده اسم كودي. وليكن مثال حضرتك مثلا اكني انا واحد منهم، كان ينادى على جهاز 50 ميم، يعني المنادي من عمليات النجده كان بيقول له اتفضل ابدا الاشاره. العدد وليكن 500 والوجهه للتحرير. العدد 500 بالحرف كده والله العظيم وعلى ما اقول ربي شهيد على هذا الكلام. أيوة. العدد 500 مؤيدين للسيد الرئيس والوجهه للتحرير. ايوه تمام حضرتك. تمام. ومن الطبيعي ان انا بجمع ناس وبوديها للتحرير، يعني اللي خلاني ان انا انطق ان النهارده المفروض انا في جهاز امني، المفروض ان انا لما اخذ الناس دي وحش حلو، المفروض ان انا ابقى لما اخذ انسان يعني صالح ما بين الناس واصلح الناس على الخير مش على الشر، مش انا عشان خاطر واحد قاعد على كرسي او عايز الكرسي ان انا اخذ الناس اروح اموت الناس اللي في التحرير، لان كان التوجيه حضرتك كان الناس اللي في التحرير دي لازم تمشي باي وضع، اذا بالموت بالضرب باي شكل من الاشكال. تاني فحوى شهادتك امام المولى عز وجل قبل ما تكون امام الناس اللي بتؤكد فيها ان قيادات في الداخليه في دوائر مختلفه داخل محافظه القاهره هي اللي جمعت المتجهين لميدان التحرير للقضاء على الثوره هناك. اه يا فندم. تتخيل النداءات اللي استقبلتها كان تقريبا عدد الناس اللي جمعوها حوالي قد ايه؟ لا اعداد رهيبه، لان كان في طبعا كان كل نداء من كل قياده، لان طبعا انا جهاز التترا اللي كنت واخده تبع احد قيادات وزاره الداخليه. ايوه تمام. فمن الطبيعي اللهم صل على النبي كنت بسمع يعني اقل الاعداد 300 وانت وحضرتك طالع ل 5000 واحد. يعني كان اعلى رقم سمعته 5000 واحد. 5000 ده في كمان حضرتك كان في احد الاشخاص بمنطقه الضرب الاحمر اللهم صل على النبي، كان على ما اعتقد اسمه ابو يحيى، الراجل ده كان بيجمع برضو بعض الناس من دايره الضرب الاحمر والدوائر اللي جنبيها، وكان برضو بيشحنها على التحرير في ذات اليوم كمان. طب وانت عرفت ازاي؟ لان حضرتك انا هقولها بما يرضي الله، انا احد العاملين بمديريه امن القاهره. تمام. وكنت الليله دي كنت بيت في المديريه. ايوه انا بيت من يوم الثلاث والاربع والخميس والجمعه، انا كنت متواجد في المديريه الايام دي. اللهم صل على النبي. فطبيعي فتره الليل حضرتك كنا طبيعي بننزل بنقعد طبعا طبعا في الشارع امام المديريه. فكنا بنشوف طبعا بعض حاجات من ضمنها شخصية أبو يحيى ده اللي هو كان تبع دايرة الضرب الأحمر. اللي هو اللهم صل على النبي. وفي الله يشكرك يا أستاذ معتز، في استغاثة من أخت من برضه شغالة في تصاريح عمل مدينة، تصاريح عمل شمال.
الست دي بتستغيث بأي حد يلحقها، لأني على خلاف مع الضابط بتاعها، والضابط بتاعها الخلاف وصل لدرجة إن هو دلوقتي مقدم فيها بلاغات في النيابة العامة. يعني شوف حضرتك إن أنا لما أقابل وزارة الداخلية ولو شفت حاجة غلط وقلت لا عليها، تمام، أول حاجة يعني أتعرض أول حاجة للإهانة. عشان كده يا أحمد، وتاني بأكد يعني حضراتكم إن أحمد اسم كودي، احتفظنا بمناتك الكاملة واحترمنا ده تماما عشان لا تتعرض لأي أذى. قول لي سمعت على جهاز يا فندم؟ أنا مستعد إن أنا أقول اسمه، مستعد إن أنا أقول أي حق. أنا أخاف من أشخاص يا أستاذ معتاد. أنا بتكلم وأنا مش خايف إلا من الله سبحانه وتعالى فقط لا غير. يعني انت لو عايزنا حضرتك انطق اسمي وانا شغال فين تحديدا، كمان انا ما عنديش اي خلاف في الموضوع ده. انا هخاف من حد يا استاذ معتز؟ انا بخاف من الله سبحانه وتعالى. طب قول اسمك. انا اسمي سعيد فتح محمد، امين شرطه بمكتب مساعد مدير امن القاهره لشؤون الافراد والتدريب. سعيد هذا الكلام. يا فندم سعيد تاني. سعيد فتح محمد. سعيد فتح محمد امين شرطه. أيوة، هل ممكن يجي يشهد لو طلبت الشهاده الجلسه الجايه؟ امين شرطه اول مدير امن القاهره لشؤون الافراد والتدريب. مكتب مدير امن القاهره لشؤون مساعد مدير امن القاهره. مكتب مساعد مدير امن القاهره لشؤون الافراد والتدريب. لشؤون الافراد والتدريب. طب لو الاستاذ فتحي المحامي اللي معايا، واحد من المدعين بالحق المدني، طلب حضرتك للشهاده، هتروح تشهد؟ والله انا جاهز لاي حاجه، بالاضافه ان انا معايا صوره من خدمه يوم 25 و28. سمعك يا فتحي. سمعك سعيد. سمعك يا سعيد. معاك صوره من ايه؟ انا معايا صوره من خدمه يوم 25 و28 حضرتك، اللي هي خاصه بموقعة الجمل، الخدمات بتعليماتها بكل صغيره وكبيره، كل ضابط من اول فلان الفلاني لغايه فلان الفلاني. طيب يوم 25 و28 صغيره وكبيره في الخدمه حضرتك. يوم 25 و28 مالهاش دعوه بموقعة الجمل. موقعة الجمل يا فندم؟ لا انا بقول لحضرتك بالاضافه ان انا معايا الخدمات، صوره من الخدمات دي. ايوه صوره من خدمات 25 و28. الجمل بقى فيها ايه؟ فيها ايه يا سعيد؟ طبعا حضرتك بالنسبه ليوم اللهم صل على النبي 25 و28، طبعا كان هي مش معايا دلوقتي لان انا دلوقتي خارج المكان اللي انا اسكن فيه. فلو كده انا مستعد، والنداء ده للنائب العام لو كده، بس انا يعني ارجو من الله ان الحاجه دي تروح لانسان يخاف من ربنا سبحانه وتعالى. طيب احنا الناس اللي ضحت بعمرها وضحت بكل ما ليها في الدنيا عشان خاطر تنقذ البلد دي قبل ما تتقسم، لان دلوقتي يا استاذ معتز ما حدش يعلم، لا احد يعلم في مصر الا قله، ان البلد دلوقتي في مخطط لتقسيم مصر. اولها اول حاجه الفتنه الطائفيه، ودي يخلي بالهم المصريين منها اذا كانوا مسلمين ولا مسيحيين. بلدكم اهم حاجه يا جدعان، وما تخافوش من حاجة اسمها سلفي ولا حاجة اسمها إخوان ولا حاجة اسمها الكلام ده خالص. الجماعة اللي بيتكلموا في الحاجات دي بيولعوا الدنيا دي. أنا نفسي أوصلها لكل أب وأم مصرية. وصلت رسالتك يا سعيد دي. وصلت رسالتك. عايز أسألك سؤال واضح، أوامر التشغيل بتاعت يوم 25 و28 كانت تحتوي على أوامر واضحة بالتعامل بعنف أو بإطلاق النار مع المتظاهرين؟ والله يا فندم انا طبعا مش تحت ايدي الحاجه دي، لان الحاجه دي انا لما ربنا كرمني وحصلت عليها، يعني الحاجه دي عينا في مكان ومسواء مع بعض اشخاص على اساس خاطر لو حصل اي حاجه بالنسبه ليا والحاجه دي، يبقى في ألف غيري مع الحاجه دي يقدر يوصلها ل طيب الجهة المختلفة. احنا مش هنقفل وفورا نتوجه ليك حد من عندنا عشان نتواصل بشكل افضل من فريق الاعداد فورا بعد ختام المكالمه، ولكن استاذ فتحي عايز يسال حضرتك سؤال. اتفضل يا استاذ فتحي. انا عايز اسال امين الشرطه الشاهد الشريف مشكورا اولا يعني عن ما سمعه على جهاز التتره اثناء موقعة الجمل اللي هي 2 و3 فبراير. يعني هو دلوقتي بيذكر 25 و28. لا ده بيتكلم على اوامر الشغل يوم 25 و28. جهاز التترا يوم موقعة الجمل من الساعة 8 صباحا يوم جميل. موقعة الجمل احنا عندنا شهود اساسا من ضباط المواني 4 موجودين ومثبوت شهادتهم بتحقيقات النيابة، ولسه ما تمش استدعائهم امام المحكمة في قضية العدل ومبارك. بيشهدوا فيها بوجود بلطجية جم في 10 ميكروبوسات و15 موتوسيكل ومسلحين بأسلحة بيضاء. سؤالك لسعيد تحديدا ايه؟ سؤالي لسعيد تحديدا عن شهادته بخصوص
موقعة يوم الجمل 2 و3 فبراير.